حب لأخيك كما تحب لنفسك، عليك بالعلم الطيب لك ولغيرك، لأن الشيء اللي أنت بتتمناه لغيرك الله يرزقك على نيتك. ليش قالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ في النية مطية يقولون الشيبان، والدين ما خلى عن القصور. النية ترى رزق الإنسان على نيته، لقد نيتك بيضاء رزقك الله القبول والتوفيق والحظ الطيب والرزق الطيب، حتى على ما يعرف حتى يقبل. لكن لا صارت نيتك الله يجيرنا وياكم ما هي بزينة، والله لا قبول ولا توفيق ولا رزق، وحتى لو ان الله يرزق ما في بركة. ما تشغل مقبول عند الله خليك. الله يقبلك. يسمع. وياكم.